من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كفارات الذنوب. الشهادة في سبيل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعة. قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. أخرجه مسلم. الابتلاء مع الصبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. أخرجه البخاري ومسلم. إحسان المرء فيما بقي من عمره. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. أخرجه الطبراني. الصيام والصدقة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. أخرجه البخاري ومسلم.